وعلى أبواب الشهر الفضيل يعيش المواطنون قلقا يتعلق بقلة وجود الخدم أو العمالة المنزلية في المكاتب، كما أن الأسعار الجنونية تتسبب بالحرج للكثير منهم. ابتسام رمال جالت على سوق الخدم واستطلعت آراء المواطنين ونقلت شكواهم في التقرير التالي. مشاكل العاملات المنزليات لا تعد ولا تحصى، ولكن مع حلول شهر رمضان المبارك تبرز مشكلة ارتفاع الأسعار ككل عام. ما في ها؟ لين ماكو والله. يعني عشان رمضان ما في ولا هو ما في أصلا؟ لا لين طلبات قليل صار. طلبات قليلة ها؟ أم بشاير وجدت متنفسا لها عبر الراي، فألقت الضوء على المشكلة بعد أن رافقناها في جولتها على مكاتب الخدم. والله أنا الحين صار لي تقريبا أسبوع قاعدة أدور، كل المكاتب فاضية، واللي تجيب نفس اللحظة تروح. 1100 كنا ناخذها، احنا 1300 1400 بهالحدود هذه يعني. وبعدين ما ندري عنها زينة ولا مو زينة، وبعدين ممكن تنحاش وفلوسك تروح عليك. شوف أنا قاعد أقول بشهر رمضان زيادة، لكن المكاتب صارت فاضية من كثر ما الناس ماخذين الأولي والتالي، والناس صاير ما يهتمون. غيرها من المواطنين يشاركون أم بشاير القلق من غلاء الأسعار. السعر يزيد حيل، هو المفروض يكون بالواقعي. قد إيه الأسعار؟ توصل المتوسط الحين 1300. لأي جنسية؟ الفلبيني خصوصا، حتى الجناسي الثانية قام تصيغ الأسعار ما يعادل الألف. طبعا يختفون على طول، يعني يصير الطلب أكثر من العرض. هذه المكاتب التي كانت تغص بالطلبات والعاملات المنزليات باتت اليوم شبه خالية إن لم تكن معدومة، وهو أمر مشترك بين المكاتب، وهو ما لمسناه عن قرب. الحين طلبات وقفت شوية، يعني ما شاء الله فيليبيني طلبات موجود. مو عشان دائما صار رمضان علينا صار خدم، يعني قليل صار عشان بيك قدامه، يعني مو واجد تيجي طلبات، بس يجي طلبات شويه. ولكن كيف يدافع اصحاب المكاتب بعد ان رصدنا مواقفهم بعد التعليقات حيال غلاء الاسعار، والتي وصلت الى ارقام تعتبر خياليه، وخاصه مع قدوم الشهر الفضيل. بالنسبه حق اللي يستهزئ واللي يقول ان قاعدين نتلاعب برمضان وهالامور هذه، هذا الكلام كله عاري عن الصحه. المكتب ما له مصلحه انه يتاخر ولا يعني ما يشيل الطلبات. لما يقولون نتلاعب بالاسعار، هي الاسعار هي، والاسعار على فكره مو احنا اللي نحطها، احنا مقيدين باسعار اللي برا. هذه الاسعار قبل رمضان بستة اشهر 1200 الموجودة الطلب على 950. منو قالك ما في طلبات؟ قدام عينك انا خاش الطلبات. اذا من الداخلية او السبب من البلد المصدرة للعمالة يوقفون العمالة هني، اجباري ترتفع الاسعار. هذا وعبر المواطنون عن قضية استغلال الأسعار عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت إلى المغالاة والاستهزاء. ابتسام رمال، الراي.